واحد السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم نوا شانيل. نتمنى تكونوا بالف خير وبالف صحه وسلامه. اليوم جيتكم فيديو جديد عن فكره صنع ركن للصالات في المنزل بطرق بسيطه وعن طريق اعاده تدوير الكرتون. غادي نستعن بزاف في المسجد هذا او ديكور للمسجد. غادي نستعن بالكرتون. فاول خطوه هي هذه، غادي ناخذ الشكل ديال المسجد، غادي ناخذ الديزاين او الشكل اللي بغيت، الهندسه ديالي اللي غندير، وناخذ الكرتون باش نجسد هذاك الشكل اللي انا رسمت. فغنحيد هذوك الشوائب وهذوك الاطراف اللي غير صالحه، غادي نقطعها وناخذ الاجزاء اللي انا محتاجاها، وغديروا الحجم اللي نتوما باغين. غادي ناخذ ورقه وقلم رصاص وغادي نصاوبوا هذيك القبه او الصومعه، ما عرفتش شنو سميتها بالضبط، المهم تابعوا معايا وغادي تعرفوا شنو هي بالضبط وطريقه باش غادي نصوبها. ضروري غادي ناخذ الشكل ديالها في الورق هو الاول باش تجيني ساهله باش انني نتراسيها فوق الكرتون من بعد ما ناخذ الشكل ديالي. هذه هي الطريقه باش غيجيوني الجويه المعاكسة، يعني يجوني متوازين، يعني كيف اليسار كيف اليمن. غندير هاد الطريقة هادي، غنتراسي اليسار ونطوي على جوج ونقطع، وديك الساعة غادي يكونوا مقادين. وكيف كتشوفوا انا مستمره في تقطيع الاجزاء اللي انا محتاجاها، وغادي نستمر في التقطيع بحال هذا الشكل هذا حتى نجسد المسجد اللي انا بغيت الشكل ديالو. تابعوني لاخر الفيديو باش توضح معكم الصوره. بالنسبه لهاد جوج ابراج راهم درت غادي ناخذ جوج، قررت انني نصاوب جوج. في الاول درت وحده، من بعد جاني الشكل غادي يكون احسن لو كانوا جوج، كيفاش عاود صوبتهم. وهاد القبات هادو غادي نصوب ربعه صغارين، غادي يجيو بهاد الطريقه هادي. تابعوا هاد الفكره هادي باش تسهل عليكم الماموريه. دائما استعنوا بالورق باش انكم تجيكم ساهله باش تراسيو فوق الكرتون. كيف كتشوفوا غادي نصوبوا بهاد الطريقه هذه، وغادي نقطع هذوك الجوانب الغير مرغوب فيها. فهذا هو المسجد اللي حصلت عليه في الاخير ديال النتيجه. هذا هو الشكل اللي كنت راسمه في المخيله ديالي. هذيك الا لاحظتوا خصني واحد الوسط بقى خاوي، فغادي نصوب قبه كبيره، يعني حجم اكبر من اللي فاتوا. غنستعن بدل التبصيل هذا. تابعوا الطريقه الاخير، راها سهله جدا. Thank you.
وبالنسبة لهاد رقم 8 اللي بقات من نفاخة هي ديال الألمنيوم، بقات من عيد الميلاد ديال ولدي، قلت غادي تبقى يعني في الاخر غادي تطرطق وغادي تلاح في الزبل، اللهم نستعملها. قلت نحلها وناخذ منها هاد الورق ديالها. اول خطوه غادي ناخد ورقه، غناخد حيت جوج اشكال بعد ما صبغتهم كيف ما شفتوا بالاسود، تقدروا تختاروا اي لون بغيتوا. غادي نتراسي بحال هكا وغادي ندخل 3 سنتيمتر او 4، لانني حاجتي بهذاك الشكل الدخلاني غير بحال الا غندير لي واحد التصغير ديال 3 سنتيمتر، وكذلك هذوك ربعه الاشكال الاخرين اللي كنت صوبت. فالهدف ديالي هو انني غادي نستعمل هاد الوراق هادو باش يعاونوني في داك الورق ديال الالومنيوم باش ناخذ الشكل الهندسي اللي غيجيني بحال الشكل ديال نوافذ ولا شريجمات وشاعل فيهم الضوء، غيجيب اللون الذهبي بحال هكا. تابعوني للاخير باش تشوفوا النتيجه النهائيه. كيف كتشوفوا الفكره رحبها القط ديالي، واول شخص كان معايا مرافق ليا في هذا العمل، ومن بعد جاوا الوليدات حتى هما عجبهم الحال. فنحاولوا اننا في هذه الاجواء ديال رمضان او لا غير رمضان يعني ماشي بالضروره، نخلقوا لهم واحد الجو اللي هو زوين مناسب يحببهم باش انهم يتعلموا الصلاه ويكون عندهم واحد الجو، لانه غادي يكون عندهم واحد الحب واحد الفضول واحد المتعه باش يرافقونا في الصلاه ويتعلموها بكل سهوله بلا ما نشغلوا راسنا معاهم. وبهكا كنوصلوا لنهايه الفيديو، نتمنى انه تكون عجبتكم الفكره. استنوني في فيديوهات مقبله ان شاء الله بافكار اخرى في هذا الشهر المبارك ان شاء الله. مع السلامه.